عاجل، الحوثي يكشف عن عمل مشترك بين حزب الإصلاح وأنصار الله في صنعاء ضد هذه القوات، ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كشف القيادي في أنصار الله نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم عن عمل مشترك بين حزب التجمع اليمني للإصلاح وأنصار الله من العاصمة صنعاء. وقال العزي في تغريدة على حسابه في تويتر: فكرة رائعة لشباب من الأنصار والإصلاح يؤجلون الخلاف بينهما ويمضون معا نحو عمل مشترك ضد المحتل الأجنبي برعاية عاصمتهم الواحدة صنعاء. وأضاف: إنني أبارك هذه التجربة الموفقة وأتمنى أن تتوسع داخل الإصلاح وبقية المكونات التي أخطأت بحق الوطن. وردا على تغريدة العزي، وجه رئيس فرع الإصلاح في مأرب مبخوت بن عبود الشريف رسالة لنائب وزير الخارجية حسين العزي، فسرت على أنها محاولة لدعوة صنعاء لدعم الإصلاح الذي يواجه مصيرا مجهولا في المدينة مع استحواذ خصومه بقيادة صغير بن عزيز على مكتسباته هناك. وجاءت تغريدة الشريف بعد ساعات على تغريدة للعزي كشف فيها عن اتفاق جديد بين شباب الإصلاح والأنصار في صنعاء على تأجيل الخلاف بينهما والمضي معا في عمل مشترك لمواجهة الاحتلال، في إشارة إلى التحالف مؤكدا مباركة صنعاء لذلك.